يبدأ الفصل على ساحة نيو مارين فور. كل الاستعدادات جاهزة والاحتياطات لمنع أي هجوم محتمل. كل سفن البحرية تطوق المكان بالكامل. الإعدام يبت بأنحاء العالم. اليوم سيكون أعظم يوم في التاريخ بعد 20 سنة، لأنها ستتخلص من أسوأ قرصان بالعالم. وليس هذا فقط، كما يعرف العالم إن هذا الفتى يحمل دماء أخطر تهديد بالعالم، مونكي دي دراغو. لذلك وجب علينا كرجال العدالة التخلص من التهديدات التي من وشكها تسبب بخراب العالم. على كل من يشاهد هذا الإعدام أن يعلم أنه لن يعيش أحد بالعالم ما لم يخضع للعدالة المطلقة، ومن يخالف الأمر مصيره هذه المنصة. هيا استعدوا للإعدام، تبقت ساعة واحدة من حياة هذا الصعلوك. هل سنحقق أي تقدم بعد إعدام قبعة القش؟ ما بك يا رجل، لقد سمعت ما قلت. لا تنسى أنه قرصان ونحن البحرية، واجبنا يحتم علينا التخلص من كل القراصنة. لذلك هي خطوة مهمة لنا بهذا الإعدام. عدالة؟ لا أعرف، فأنا تخلصت من كلتا عيني لهذا السبب. آمل أن نكون ما فعلناه يريح ضميرنا، وإلا العواقب لن تكون سهلة يا ريو. لا عليك يا صديقي. هدوء قبل العاصفة، رياح قادمة باتجاهنا. لنأمل نجاح الأمر على أي حال. حفيدك سيعدم. أثناء ذلك، كم تبقى من وقت سينغوكوسان؟ تبقت ساعة واحدة على الإعدام، آمل أن يكفي حتى نصل لهم. حتى لو كملت السباحة لن أسمح لذلك الفتى الحمام أن يفعل ما يريد. أخبرني عين الصقر، أصحيح أن اليونكو شانكس يوجد بالأزرق الشرقي؟ يذهب له من وقت إلى آخر، لكنه قبل ساعات تحرك من الأزرق الشرقي. أثناء ذلك يمر الوقت بسرعة كبيرة على تنفيذ حكم الإعدام، وتجاوزت 30 دقيقة ولم يتبقى إلا 30 دقيقة. الكل على موعد مع انتهاء عصر قراصنة قبعة القش. الجلادون يستعدون لبدء الإطلاق. أكاينو ينظر ويعد الدقائق المتبقية لإعطاء الأمر. 3 دقائق تفصلنا عن بداية التنفيذ. فجأة أحد حراس الأبراج المراقبة يصرخ من الأعلى: سيد ساكازوكي، العديد من السفن تتقدم باتجاهنا بأقصى سرعة، ماذا نفعل؟ ماذا قلت؟ سفن من يقودها؟ وهي تابعة لمن السفن؟ سيدي لم نعرف بعد، لكن حوالي 17 سفينة فقط. لكن لحد الآن لم نكتشف هوية من يقود هذه السفن. هيا سنطلع الآن يا زورو. حسنا. اللعنة، من يكون هؤلاء الصعاليك القادمون؟ لقد انتهت 3 دقائق، هيا بسرعة نفذوا الحكم. في مشهد الجلادون ينفذون أمر الإعدام لقبعة القش. إطلاق لهاكي ملكي من بعيد. تسبب بتخلخل المنصة ويسقط الجلادون من أعلى المنصة أمام دهشة الجميع. إنه هاكي ملكي، من تجرأ على ذلك؟ اللعنة عليه. إنه ملكي قوي،
لن تكون سهلة كما أرادها ساكازوكي. هذا كيمانكي يفوق الخيال. يا سمعت أنكم تحتفظون بتلميذي وجئت لأخذه من هنا، أم أن لم يعد لحياتي أي قيمة بهذا العالم؟ أنت، ما الذي جعلك تخرج من جحرك أيها القرصان السابق ملك الظلام ريلي؟ لقد أخطأتم بقبضكم على تلميذي وأنصحكم بإطلاق سراحه، آخر من توقعت ظهوره. فجأة كل سفن تصل للمقر الساحة المارينفول. يا رفاق، هل هذا أنتم؟ لماذا جئتم إلى هنا؟ ريليسان، ترى أين أصدقائي؟ هل هم بخير؟ هؤلاء جاءوا أيضا لإنقاذ قائدهم؟ لقد وصلنا في الوقت المناسب، سأكون نجم هذا اليوم. لعل ذلك الرجل هو ملك الظلام الأسطورة الذي دعا سيتو أيام ملك القراصنة جولدي روجر. لنرى صحة هذا الكلام. في مشهد كين يختفي من مكانه ويظهر أمام ريلي ويحاول الهجوم عليه، لكن ريلي بسرعة استطاع تنبؤ بهجومه ويتفادى هجمته، ويحدث اصطدام كبير. لست سهلا أيها العجوز، لقد استطعت مجاراة سرعتي، ستكون معركة ممتعة. إذن الظاهر على أنك لست بشر مثلنا، من تكون إذن؟ ريلي سان، احذر من ذلك الشخص، إنه قوي جدا. هنا كان لابد من تدخل العقل المدبر للمعركة للسيطرة على الوضع، لأن الجنود بعد وصول ريلي بدأ الارتباك يخيم عليهم، وازداد التوتر كثيرا بعد وصول أسطول قبعة القش الكبير. أيها الجنود، لا تترددوا من هؤلاء، إننا أكثر منهم ولن يقدروا على فعل أي شيء أبدا، لذلك فلتتقدم نخبة نواب القادة لإيقاف زحف أولئك الصعاليك الجيل الجديد. وهنا كل نواب الأدميرالات الحاضرين يتصدون لقادة طاقم قبعة القش، وبذلك تم السيطرة على الوضع من قبل البحرية وتبدأ القتالات. ريلي وكين قتال السرعة بمكان، وكل قادة الأسطول في قتال مع مومونغا وبقية القادة ندا لند. أما القوة الكبيرة الأدميرالات والسي بي زيرو والبقية لم يتحركوا بعد أبدا. حمقى، كيف يضحون بحياتهم هكذا وهم يعلمون بنتيجة المعركة مسبقا؟ يسمون هذا جنون القراصنة. لا تتدمروا، لا شيء حسن بعد، أخشى من المفاجأة. قبل إكمال ستوسي كلامها تظهر غواصة أمامهم. لقد بدأت المعركة. إذن انتظرني، سأحررك لوفي. علينا التخلص من هؤلاء أولا يا زورو. زورو دونو، لا زال أمامنا وقت، انظر، لم يتغير الجلادون بعد. جئت حسب رغبتي برؤية ذلك السايبورغ فرانك. بدأت الذئاب تظهر واحد تلو الآخر. انضافت عليهم معركة بين زورو ورفاقه ومنظمة سي بي زيرو بقيادة لوتشي. أكاينو من فوق المنصة يصرخ بقوة: أيها الأغبياء، أسرعوا بتنفيذ الإعدام. الجلادون بعد تغييرهم يحاولون تنفيذ الأمر، لأن كل الحاضرين مشغولين بالقتال وبالفعل يستعدون لإعدام لوفي. هنا المفاجأة الكبرى، وصول شخص إلى الحرب لم يكن في الحسبان ويستخدم سلاح ويضرب الجلادين ويكسر أداة الإعدام ويسقطهم أرضا ويقفز إلى المنصة ليحرر لوفي على غفلة من الجميع، ويقول ذلك الشخص: بلغتم أكثر بالقبض على قبعة القش أيها البحرية،
ماذا يحدث بحق الله؟ ما قصتكم اليوم يا قراصنة روجر؟ أجل، إنه سكوبر جابان من قراصنة جولدي روجر. المشاكل تزداد شيء فشيء، صارت القوى متكافئة، من يحالف الحق سيفوز بهذه المعركة. تي ام ساما، لقد ازداد الحماس بالساحة، سأجرب اللعب قليل مع أولئك البشر. ويقفز زولفي ويرسل الهجوم على جابان من أعلى المنصة، لكن جابان يستخدم جسده للتصدي لهجوم زولفي ويصبح القتال أسفل المنصة. هنا تي ام ساما تختفي من مكانها وتظهر إلى جانب أكاينو بسرعة. اسمع يا ساكازوكي، الظاهر أن الجنود عندك ضعفاء ويحتاجون للكثير من التدريب، سأبقى هنا لمنع أي هجوم على المنصة. ماذا؟ افعل ما تشائين. ريلي يقاتل مع الكينغ ندا لند، على الرغم من تقدمه بالسن لا زال يحافظ على قوته ويجاري سرعة الكينغ الخاطفة. الحرب بدأت أخيرا بوصول الكثير من التحالفات. أخيرا تي ام ساما تمنع كل الهجمات الذي يصدرها البعض والتسللات نحو المنصة، فكانت السد المنيع لأي هجوم على المنصة. بعد تغيير الجلادين للمرة الثالثة شارعوا مباشرة بتنفيذ الإعدام، لكن للمرة الثالثة الأمر يخفق بإطلاق هاكي من بعيد وسلاش نحو المنصة. حاولت تي ام ساما إبعاده لكن كان سلاش أسرع فحطم المنصة بالكامل نصفين. أكاينو غاضب من سوء حالتي. إنهم الثوار بقيادة مونكي دي دراغو يصلون للحرب أخيرا مع إطلاق دراغو لهاكي رياح قوي جدا، وسلاش ميهوك يغير به الأحداث المعركة بالكامل. القوى الكبرى لم يبقى لها حد إلا الظهور لمواجهة زحف الوحوش. سأقاتل تلك المرأة هناك، إنها القوة الكبرى. حسنا، كن على حذر، قوتها كبيرة جدا. أسوأ رجل في العالم، جئت لإنقاذ ابنك. أجل يا ساكازوكي، ابتعد عني إذن أيها الحتالة، أضحكتني، سأقاتلك هذه المرة يا دراغو. أكاينو يهجم على دراغو، لكن دراغو يعرف أسلوب أكاينو، اختفى من أمام الهجمة وركل أكاينو بقدمه ويقذفه بعيدا. أقوى سياف في العالم أمامي، لا أعرف كيف تفكر بخيانتك يا سينغوكو. لعلك أنت خدعتنا أيها الثوري كوما. بداية نهاية لمعركة كبرى داخل ساحة المارين فور، العديد من الأساطير حذرت لمشاركة في إنقاذ لوفي. جار يواجه أقوى قوة في حكومة العالم ولا يبالي. دراغو وصراع وعداوة مع أقوى رجل في البحرية. قادة أسطول لوفي يواجهون نواب قادة البحرية. ريلي ضد القائد العام لمنظمة سي بي زيرو. جابان يواجه القائد العام لمنظمة سي بي وان. ميهوك وقتال السيوف مع الأدميرال فيجيتورا. كوما يقاتل الثور الأخضر. زورو والبقية يواجهون سي بي زيرو. سينغوكو وجها لوجه مع مونكي دي كونغ.